أفريقيا، ثاني أكبر قارة في العالم. أعراق وثقافات ولغات مختلفة. البترول والغاز الطبيعي، اليورانيوم، الذهب، الألماس، كلها ثروات طبيعية تتواجد في القارة السمراء. والزراعة هي أحد أهم الأنشطة الاقتصادية فيها، بفضل تنوع المناخ والأنهار العديدة. تطل على المحيطين الهندي والأطلنطي، بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط، أي أن إرث أفريقيا من الموارد المائية لا مثيل له. ثروات هائلة تزخر بها أفريقيا تجعلها مستقبل الطاقة العالمية. إلا أن القرن 21 حمل معه مخاطر بيئية كارثية قادت إلى الاحتباس الحراري، والذي أفضى بدوره إلى سلسلة دراماتيكية من الكوارث البيئية شهدتها مختلف بقاع العالم خلال العقدين الماضيين، وزادت وتيرتها في السنوات الأربع الأخيرة، فأصبحت التحدي الأكبر للأفارقة. بعض المشاكل تمحورت حول المواد الخام كالمياه التي أصبحت أكثر ندرة في كل أنحاء القارة، والتصحر في منطقة الساحل والتوسع في الصحراء. وبسبب احتجاب الأمطار طوال المواسم الماضية، هناك خطر حقيقي بارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، وتواجه القارة مشكلة كبيرة في نقص الطاقة، حيث تعيش ملايين الأسر دون كهرباء. مع كل هذه المشاكل التي تواجهها القارة الإفريقية، إلا أنها تتجه بسرعة نحو استثمار إمكاناتها لتوفير الطاقة المتجددة بالاعتماد على التحويل الحديث للنفايات العضوية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوئية. عدة دول إفريقية أعلنت عن مشروعات جديدة للطاقة المتجددة في قطاعات مختلفة، كنيجيريا التي تعتزم التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية لسد العجز في إنتاج الكهرباء في البلاد، وانتشال 5 ملايين منزل من الظلام. سيصل معدل توصيل الكهرباء في المناطق الريفية في نيجيريا إلى 34%، في حين ترتفع النسبة إلى 60% في المناطق الحضرية. بوروندي تسعى إلى التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية لسد العجز في إنتاج الكهرباء في البلاد، وتحقيق أقصى استفادة من مياه الأنهار التي تغمر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، عن طريق بناء محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية بسعة 22 ميجاوات. تهدف أنغولا إلى التوسع في إنشاء شبكات الاتصالات القائمة على الطاقة النظيفة. شركة أنغولا للهواتف الجوالة يوريتال وقعت عقداً مع الشركة الصينية هواوي لتنفيذ أنظمة توليد للطاقة الخضراء لشبكتها. الجدار الأخضر العظيم للصحراء والساحل تأثيره يتجاوز مجرد إيقاف تقدم رمال الصحراء نحو الجنوب، ليشمل كذلك التأثير على مناخ المنطقة بزراعة 100 مليون هكتار من الأشجار بحلول عام 2030، وسيساهم في تحسين الأمن الغذائي وتوفير ملايين الوظائف بالمنطقة. مشروع الدخلة بالمغرب،
الذي يرتكز على استغلال الطاقة الريحية لتحلية المياه، مكن من تقليص تكلفة تحلية الماء إلى مستوى قياسي تحددت قيمتها في درهمين ونصف للمتر المكعب الواحد فقط. المغرب انخرط كذلك في سياسة ملكية متبصرة تتمحور حول مواصلة وتحسين استراتيجية تشييد السدود، وتشجع على تدبير معقل للموارد المائية قصد تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة. والصندوق الأزرق لحوض الكونغو يطمح إلى إعادة تحديد أسس اقتصاد قائم على التعاون يوفق بين الاستغلال المعقل للغابات والتدبير المستدام لمياه السواحل ونهر الكونغو وروافده. الثورة الرقمية الحالية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتيح إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي والإنتاجية الزراعية. إفريقيا لديها الكثير من المكاسب في جمع الموارد الطبيعية الشاسعة وتسخيرها لتمويل جدول أعمال التنمية من أجل تحقيق المزيد من الازدهار، وأن يكون ذلك مستداماً ومرناً في مواجهة تحديات القرن 21 من خلال إجراءات عملية وحلول مبتكرة على مستويات القارة لصالح سكانها، وسيؤدي ذلك إلى خلق الثروة وخلق الوظائف وتوليد الإيرادات والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية والبيئة الصحية. الماء والطاقة والغذاء في ظل التغير المناخي، رؤية جلالة الملك محمد السادس من أجل صمود وسيادة إفريقيا. كان هذا هو شعار النسخة الأولى من منتدى أفريكا 21 الذي نظم من طرف نيوزكوم أفريكا هولدينج بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، وتم تسليط الضوء على ثلاث محاور ذات أهمية كبرى للقارة الإفريقية، ويتعلق الأمر بكل من الأمن المائي والسيادة الطاقية والاكتفاء الغذائي.